بكم إلى موجز أخبار الآن. أحكمت قوات سوريا الديمقراطية الحصار على داعش في مدينة الرقة، وذلك بالتقاء قواتها المتقدمة على المحورين الشرقي والغربي في المدينة وتشكيلها كماشة حول التنظيم للمرة الأولى منذ بدء حملتها ضده. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي للصحفيين إن القوات تواجه صعوبة في تقدمها لحرصها على تجنب إصابة المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية. فرض تنظيم داعش الإرهابي حظرا للتجوال في مركز قضاء تل عفر غرب الموصل، وقام بنشر مفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة. وفي آخر التطورات الميدانية، شنت طائرات عراقية من طراز F-16 عدد ضربات جوية تمكنت خلالها من تدمير مواقع تجمع تابعة لتنظيم داعش في القضاء. أكدت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 12 هاربا في أماكن متفرقة من البلاد من المحكومين عليهم في قضية خلية العبدلي الإرهابية. وأوضحت الوزارة أنه يجري البحث عن الهاربين الآخرين وهما شخصان اثنان. أظهرت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الصناعية استعداد كوريا الشمالية لاختبار صواريخ باليستية من على متن غواصة. وقال الخبير إن الصور تظهر على الأرجح استعدادات لاختبار صاروخ باليستي من طراز بحر أرض. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً، مؤكداً أنه سيندم إذا هاجم جزيرة غوام وأراضي الولايات المتحدة. وقال ترامب من بلدة بيدمنستر في ولاية نيوجيرسي إن الزعيم الكوري الشمالي إذا قام بأي شيء ضد غوام أو الأراضي الأمريكية أو أي حليف للولايات المتحدة فإنه سيندم حقيقة وسيندم بسرعة على حد تعبيره. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا في تصعيد مفاجئ لرد واشنطن على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وقال ترامب للصحفيين إن الناس في فنزويلا تعاني وتموت وأن الولايات المتحدة لديها خيارات كثيرة لحل الأزمة بما في ذلك خيار عسكري محتمل إذا لزم الأمر. الموجز. إلى اللقاء.